تجرى مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف الزامبي لحسب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 في أجواء أقل ما يقال عنها إنها مثالية. وتقام هذه المباراة بالعاصمة الزامبية لوزاكا مساء غد الخميس تحت إدارة تحكيم من جزر القمر. ويخوض أشبال بالماضي هذه المواجهة بكل أريحية على اعتبار أنهم افتكوا تأشيرة التأهل لكان الكاميرون في الجولة الماضية. أما النقطة الثانية الإيجابية وهي أن المباراة ستلعب ليلا تحت الأضواء الكاشفة وبالضبط على الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي أي 8 مساء بالتوقيت الجزائري تحت درجة حرارة معتدلة جدا تتراوح ما بين رقمي 19 و18 وفقا لبيانات مصالح الرصد الجوي والله أعلم. وأياكس أرضية ملعب العاصمة لوزاكا بإسهاط طبيعي بدرجة حسن وهو أمر آخر يريح زملاء المهاجم بغداد بونجاح بدليل أنه سبق لفريق شبيبة القبائل أن جلب تعادلا ثمينا فوق هذه الأرضية أمام نادي نامسا ستارز الزامبي في منافسات كأس الكاف. وسبق للخضر اللعب في هذا الميدان أمام المنافس الزامبي سنة 2017 في تصفيات المونديال. ولكن في تلك الفترة كانت النخبة الوطنية تترنح على إيقاع المهازل تحت إمرة التقني الإسباني لوكاس ألكاراز حيث انهزم تلميذه بنتيجة ثلاثية مقابل هدف. ودشن الملعب الذي ستقام فيه المباراة عام 2011 ويتسع لنحو 60,000 متفرج. ولو أن مباراة غد ستجرى بمدرجة شاغرة بسبب الظرف الصحي الذي تشهده المعمورة. وإذا كان وفد نادي شبيبة القبائل قد عاد إلى الجزائر سالما معافى من رحلته إلى زامبيا منتصف الشهر الحالي فإنه لا خوف على المنتخب الوطني في هذا البلد فيما يتعلق بفيروس كورونا إن شاء الله. ويبقى العائق الوحيد إن جاز تسميته عائقا فإن المنتخب الزامبي سيرمي بكل ثقله لحصد نقاط الفوز ورفع فرصه لتأهله لكان الكاميرون 2022 رفقة محاربي الصحراء كون فريق الرصاصات النحاسية يتفيل لائحة ترتيب الفوج الثامن والخسارة مرادفة لإقصائه. كما تنتظر زامبيا مباراة صدامية في الجولة السادسة والأخيرة خارج القواعد أمام زيمبابوي ثم أن هذا المنتخب غاب عن البطولة القارية في نسختها الأخيرتين عامي 2017 بالكابون و2019 بمصر. ورغم أن المنتخب الوطني الجزائري على الورق متفوق بأشواط كثيرة على نظيره الزامبي إلا أن جمال بالماضي شدد على أن المباراة ستلعب بهدف الفوز لا غير مؤكدا أن الروح التنافسية هي سر قوته والتي ستكون حاضرة في جميع مبارياته. مشاهدة ممتعة ونخليكم على الفيديو. Voilà, c'est ça.
إذا عجبكم الفيديو ما تنساش دير جيم تابوني وتفعل جرس التنبيهات باش يلحقك غير جديد. إذا ما عجبكش معليش يا خويا إن شاء الله يجي فيديو واحد آخر تشوفه ويعجبك. حاجة واحد آخر نعرفهم صحيتو بزاف على الدعم تاعكم وهذا مكان سلام. Yeah.